راضي انا المحور أنا الجاي خلني ما اسمع لك صوت. انا اليوم مخفف على المتسابقين لسبب واحد عشان عيشه لا اجل لان اليوم كانوا مع اهاليهم وكان في زيارات الله اكبر وهم مبسوطين وكذا خليهم ينبسطون. لا يا شيخ عندي محاور سريه ايوه وانا تعلمت طبعا من استاذي اللي ما احبه ايوه منو عادل هيف تحبه ولا ما تحبه؟ ما احبه بس تعلمت منه اي ضروري وجهنا نعلمك زين ايوه صرت لي جاسوسين الى الان قاعد يرجعطوني المعلومات واكتشفت اشياء سريه لا انت ولا ابو عنيزي تعرفونها وبتكون على المتسابقين محور يوم الخميس عشان اخلي الويكند اسود على المتسابق. لا حول ولا قوه الا بالله. الامر والادهى جمهورنا العزيز كيف السريين او كيف الاثنين ذولا كيف وصلوا له؟ هذا ان دل فيه تواصل مع المتسابقين معك تحت الهواء، هل هذا صحيح؟ مصادري الخاصه. لا لا، امس محمد منصور تقول في جوالات مع المتسابقين، واليوم تقول في اثنين ينقلون علوم. الجوالات عند المتسابقين الكل يعرف منه. لا لا احنا ما نرضى، رئيس مجلس الاداره هذا دليل. ابو حمود ابو حمود. لاني انا ليش اقول لك؟ يا اخي يطلع ترند في الهاشتاج، لبسك يا فلان مو كويس بعد خمس دقائق يروح يبدل ويرجع. كيف يعني؟ يا ابو يوسف ما يحتاج جواسيس. ها. روح لاي اطرف واحد بس، اساله سؤالين ولا كلمتين يعني. سلم. على طول. يبيع. هم اطرف واحد يبيعون خيام على طول ترى. على طول يعني. ما هو يعني ما بجواسيس، كلهم بياعين. كلهم جواسيس على بعض. يبيعون. كلهم بايعين بعض. لا حول ولا قوة. زين بس الشيء الثاني دائما يعني انت لما تقول لي انا ليش اقول لك في جوالات؟ استنتاج يا رجل. اللي موجود في الترند الفجر تشوف العصر. محمد مله انت قاعد تتواصل مع المتسابقين. وأنا أرجوك إذا كنت تتواصل معهم أنك ما تتواصل معهم لأن هذا اليوم الثاني على التوالي وقاعد تقول لي في اثنين وأمس تقول في جوالات. أنا ما أرضى إذا كان في تواصل، أنا ما أرضى بالكلام هذا. والله الحمد لله أنا إدارة القناة تشهد لي أني أكثر واحد نظامي. أيوة. وأدخل أتكي في غرفة. طيب نظامي وش التصاريح ذي؟ وما أنا أدري التصاريح ذي وش هي؟ مين؟ مصادر الخاص يقولون أنك تجي من المغرب هنا تعد من داخل ومن طالع. أبد أنا ما عندك شغلة أبو. ما عندي شغل. ما عندك شغل. سبعة ونص ثمان أتكي وتصير ترى في وظيفه عندنا في الديره طبعا ست ساعات ابد اشتغل ابو حمود لاجت الساعه 7 السلام عليكم هو داخل عليهم 7 المغرب احنا باقي ما بعد صحينا هو داخل هنا يجلس يطول ما عندي مشكله هذا دل هذا دل يا حبيب المحاور حل اللي يدل على اني انسان حريص حريص على فقرتي حريص بيض الله وجهك اني اقدم شيء جميل بيض الله وجهك ويكفي ان انتم الاثنين ابيعكم على الهواء ايوه يتصلون فيني يا ابو حميد ايش عندك ايش شفت ايش ما شفت يقعدون اغششهم والمشكله انا اغشش على الخاص ويرسلها المشعل يعني انه متابع ليه؟ وانت نايم ليه؟ وهذا الاستاذ في البوليفارد من العصر لا دقيقه ابو يوسف انا وش ذي البيعه ذي هذه بيع على الهواء بيع على الهواء بيع على الهواء ابو يوسف اول شيء طال عمرك المحاور حقتك انت قاعد تتعب لاجلها شكرا لك عليها الله يحفظك لكن طال عمرك انت لا شغله ولا ما شغله دقيقه خلي خلص انت خلص طال عمرك ما حساوي جيت نهايه تكيت اسبوع سوداء على المتسابقين عندي محاور انا اقول الشكر في المقام الاول لمشعل مشعل الله يشفيه يا رجال ما معك مشعل مشعل الحين عينه منتفخه عليها لزقتين الله ينظر في حاله مشعل وراش تحسب هذا عشان تعرفون المحاور اللي يرسلها ابو حمود تحسب مشعل اللي مجهزها ترى انا اللي قاعد اجهزها وارسلها لابو حمود وابو حمود يعني انه معد يا ابو يوسف خف علينا يا ابو يوسف اتمنى المشعل السلام الله يهديك انت خلاص اسهمت نبغى بس منك حاجه واحده يا ابو إذا صحيت بعد الفجر تابع البث الأسد نتابع طيب وعلمنا بالمحاور طيب أخيرا بما يخص محمد بندر ما عاد عندكم كلام له لازم يطلع في الكوفيشن روم محمد بندر ما في كيف نتكلم عن شخص محمد بندر ما في محمد بندر فيه يا أخوان داخل ما في محمد شرب العصيرات وكل الفطاير وداخل